هاي، معكم كارول من أسنابل نيوز. خصص 21 أدار يوم لعيد الأم. الأم يلي بتهتم فينا وبترعانا، بتسهر عوجعنا وبتفرح مع فرحنا. احتفالاً ظهر حديثاً في مطلع القرن العشرين، يحصل في بعض الدول لتكريم الأمهات والأمومة ورابطة الأم بأبنائها وتأثير الأمهات على المجتمع، ويحتفل به في العديد من الأيام وفي شتى مدن العالم، وفي الأغلب يحتفل فيه في شهر آذار أو نيسان أو أيار. حين ينزع الفجر عن فم الليل خاتم الأسرار، وحين يدغدغ الضوء أهداب الكون، أشعر بخدك يلامس جبيني يطبع عليه قبلة عمر. أمي يا لحن حنان جاد به أشف وترا، ويا حلم شغل حديث النهار والسمد. أمي، يا لها من كلمة جميلة تعزف أجمل ألحان الحنان والحب، يا لها من حروف رقيقة تجسد أسمى معاني الطمأنينة والسكينة، يا لها من كلمة لها وقع يرسم الابتسامة والفرح على جبهتي. أنت موطني ومسكني وراحتي في هذه الحياة، أنت أجمل ما في الوجود في نظري، ومن دونك أنا وحيد غريب من دون وطن ولا هوية. تعالوا نشوف شو بدهم يقولوا الأطفال لأمهم بهيدا العيد. Maman, chaque jour, j'offre tout mon amour et elle m'offre le sien, mon ours et mon bien, tout blotti à son cœur. Maman sèche mes pleurs et elle m'offre le sien, mon ours et mon bien. Habibte, maman. أنت أجمل ماما وأطيب ماما، أنا بحبك كتير لأنك تهتم بأكلي وبلبسي وبصحتي. مبروك عيدك، والله ما يحرمنا منك أبدا. أنا بحب الماما كتير كتير لأنه بتتعذب كرمالي وكرمال إخواتي. وقت أصير أم بضحي كرمال ولادي وبربيهم على المحبة والثقة وعلى العفوية بحياتهم. أنا بحب الماما من كل قلبي لأنه بتعملنا أكلات طيبين، لأنه بتهتم بأنا وإخواتي. أنا لما أصير أم بدي أعلم أولادي تعيشوا القيم الإنسانية، ودي أسهر عليهم وساعدهم بكل شي بيحتاجوه، ودي أضحك رمالهم. بحبك من كل قلبي. الله يخلينا إياك يا ماما. مرسي على كل تضحياتي. بحبك كتير ومرسي لأنك عم تهتمي فينا. أولاً لازم كأم ساده بطفولته وعي على الحياة، ربي طبعاً على الإيمان وعلم المسؤولية، وكون رفيقة له بمرحلة المراهقة وخليه يوثق فيه لحتى أقدر ساده يتخطى كل المصاعب اللي بيمرق فيها بحياته. بحبك كتير. بدي أقول لها أني بحبها كتير وبلاها ما حدا فيه يعيش الأم حياة. بحب إلا هيك لأمي لأنه من أنا وصغير ضحت كرمالي، وكانت تضحي من جزء من حياتها لحتى تبني لي سعادتي مستقبل ناجح. وانا بوعدها بس اكبر لحتى حقلها حلمها بنجاحي وبتفوقي ان شاء الله يا رب. ماما عندي اياكي انا اغلى شي بالدنيا كلها، وبوعدها انه انا وقتها انا اكبر رح اهتم فيها ورح اضحي كرمالها مثل ما هي ضحت كرمالها. بونفيت ماما. خلونا نشكر الرب يسوع على الماما ونطلب منه انه يحافظ لنا عليها ويخلي لنا اياها. كانت معكم كارول من أسنابل نيوز.